يا أهل السنة بالله عليكم، أهؤلاء من يمثلونكم؟ يا أهل السنة بالله عليكم، أترفعون رؤوسكم بهؤلاء؟ من أشراف الصحابة. وبعد ذلك قال له يا حسين تعال نصرك، إحنا الصحابة، إحنا الصحابة، وصدقني راح تلقى خوش عصابة وذول الصحابة، وتالي خذلو. إذن زينب عندما يقول لي أبو أديب ولا الشيخ المفيد يخاطبون أهل الكوفة، يخاطب ذول الصحابة يا أهل الكوفة. الآن الأخ أبو أديب جعلنا الله وإياه من المتأدبين بنهج رسول الله صلى الله عليه وآله. الأخ أبو أديب نقل نصا من الأرشاد، أنا ما سمعت النص لكن استفهمت. أنا ما سمعت، ما سمعت بس كلام. طيب الآن راح تشوف، الآن قدامك حجي أبو أديب، الآن هو يسمعني، هو يسمعني الآن أبو أديب كل الكلام كامل. لحظة على مهلك معي، الآن أبو أديب يسمعني وأنت شاهد حجي، انظر كيف سيفر أبو أديب من هذا الإلزام الذي سأقدمه له. أبو أديب، الذين كاتبوا الحسين ولم ينصروه، ما خرجوا للقتال معه، ماذا تعبر عنهم؟ ما هو حكمهم عندك؟ خسروا الإمام الحسين بعد ما وعدوه بالنصرة. أنا أريد حكمهم من عندك. أي نعم، كتبوا للحسين، كتبوا للحسين، كتبوا للحسين. شوف سؤال إيش قد واضح وسهل. الذين كتبوا للحسين عليه السلام ولم يخرجوا ويقاتلوا معه، ما هو حكمهم عندك؟ مخزولين، الله يخزلهم هذول. تتبرأ منهم؟ إيه نعم أتبرأ منهم. تلعنهم؟ نعم. وأنت نفس الشيء يا حاج، ما لك علاقة فيه. أنا جاي أسألك أنت. ما لك علاقة فيك، ما لك علاقة. أنا جاي أسألك على مهلك، على مهلك. اسمعوا الآن، اسمعوا أخوان الكرام، على مهلك أبو أديب، خلي الناس تنتفع. بارك الله فيك. أبو أديب يقول أنه يلعنهم، ويقول أنه يتبرأ منهم، ويقول أنهم خونة، ويقول أنهم خذلوا ابن بنت رسول الله. صحيح حجي وعد؟ نعم. صحيح أبو أديب؟ صحيح ولا لا؟ إيه تفضل تفضل. لا صح ولا غلط؟ إيه أثبت لي مين اللي يا رجل. أنا أسألك هذا الكلام اللي مكرر يقرر كلامك، انت قلت كذا. نعم 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 نعم. اعطيني الدليل، اعطيني الدليل. انا ما اريد دليل، انا ما اريد دليل، انا كل شيء ما اريد. اجمعت كتب التاريخ ان واحد ممن كتب للحسين عليه السلام هو سليمان ابن صرد الخزاعي الصحابي رضوان الله تعالى عليه. وانت الان، وسليمان ابن صرد لم يخرج ويقاتل مع الحسين، فبناء على قاعدتك الآن أحكم على هذا الصحابي بهذا الحكم. إليك المايك. أحسن، أبشر. أول شيء الحاج أسد بارك الله بي والله يحسن إليه، هو يقول من خزر الحسين كلهم يلعنهم، طلب مني هذا الشيء، لكن هو تبرأ قال لا أنا لا. ليش؟ لأني يعلم أهل الكوفة 18,000 الذي بايعوا يرقد وراء واحد ويترك 18,000. ما هذه قسمة؟ ماشي 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 ماشي. شيخ أسد لحظة، شيخ أسد وما تهرب، ما تهرب شيخ أسد، ما تهرب، إنما أراد أن يلزمك بما التزمت به. الآن الآن اترك الشيخ أسد. الآن سليمان بن صرد، الآن سليمان بن صرد صحابي هو الذي كاتب الحسين عليه السلام، وإذا تريد الآن أقرأ لك. أين كاتب سليمان بن صرد؟ تفضل عطيني الدليل. أحسنت أحسنت. طيب حاضر، انا اعطيك الدليل. حاضر حاضر. خلاص اسمع 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 خلاص 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 خلاص. اصبر اصبر لا تنفعل لا تنفعل. اهدأ اهدأ لحظة. الان اللهم صل على محمد. اقرأ بالسند، اقرأ بالسند. اسمع، يقول في ترجمة سليمان ابن صرد الذي كاتب الحسين عليه السلام، يقول ابن سعد في المجلد الرابع، ابن سعد في المجلد الرابع،
سمعوا يا اخوان ماذا يقول. يقول سليمان اي نعم نعم يقول سليمان بن صرد بن الجوني بن ابي الجون وهو عبد العزة اسمه يقول اسلم وصاحب النبي اسلم وصاحب النبي اسلم وايش لا مو هيك شيخنا اسلم وصاحب النبي اسلم وايش شيخنا وصاحب النبي احسن صحابي صاحب النبي وكان اسمه يسار فلما اسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مغير اسم النبي هذا ايش قد اسم النبي مغير اسمه غير اسمه ايه صحيح ايه وكان له سن عالية وشرف هلا الصحابة الأشراف يا أشراف الصحابة يا من تراسلون الحسين يا صحابة يا أشراف يا من خذلتم الحسين يا من غير اسماءكم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تغذون الحسين خليني ارد الان لحظه بعدني اصبر لا 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 اصبر خيل اوزها لك اصبر خيل اوزها لك اصبر هذا خرج لحظه 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 خلي امطرك الان بس اصبر علي يقول وكان له سن عاليه وشرف في قومه فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله تحول فنزل الكوفة أيوة إذن الكوفة مين ذولا صحابة بالكوفة نزل الكوفة يا أهل الكوفة إذن زينب عندما يقول لي أبو أديب ولا الشيخ المفيد يخاطبون أهل الكوفة يخاطب ذولا الصحابة يا أهل الكوفة فلما نزلها اسمع فنزل الكوفة حين نزلها المسلمون وشهد مع علي بن أبي طالب عليه السلام الجمل وصفين وكان في من كتب إلى الحسين عليه السلام أن يقدم الكوفة فلما قدمها أمسك عنه ولم يقاتل الله أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله أخ معاوية أخوان ترى كل 18 ثم ماذا قال ثم ما لحظة لحظة خلي كمل تكبيرات صاحبك لحظة لحظة لا ليش تقاتل ليش مظلوم أنا مظلوم أنت الذي ظلمتني لحظة أنت قلت لي أقرأ ليش تخاف قلت لي أقرأ لما أقرأ تقاتل يا خليني أقرأ ليش ما تقرأ أنه خرج بجيش الأوابين وده لحظة أنا كمل وانت أقرأ واضربني يابا خرج في جيش الأوابين جيش التوابين المهم كاتب ولو ما كاتب نزيل الكوفة لو نزيل الكوفة أنت الحاقف هذا الواحد وتركت بابا أنت الآن إذا كان يابا معاود انتظر أنت ما تقول إيش بيك غير أقرأ له يابا غير أقرأ له إنه شون ندم وشون بابا ما يخلوني اخوان ما يخلوني تكالبوا علي عبتول كارب الجمل وصفير من شيعة علي ايه هذا من شيعة علي احسنت من شيعة علي بن ابي طالب عليه السلام وكاتب الحسين سلام الله عليه وخذل الحسين طبعا شيعة علي صحابة علي بن ابي طالب عليه السلام رئيس الدولة خذل الزبير وخذل الحسين لحظة اصبر إذن هذا الشريف أصبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بصفين والجمال يا الله شوف ما يريدون ألبس لهم إياه لحظة أنتم شنو إشكالكم الآن إشكالكم أنه كان يقاتل مع صفين هذه إنه ليش معناه أن الذين كانوا يقاتلون معاوية من أشراف الصحابة مع علي بن أبي طالب أشراف لا حول الله يا أخوان اعطوني مجال أنتم ليش تخافون من كلامي أنت مو قلت لي اقرأ أخواني ليش لأن أنا أضع إصبعي على الجرح الآن ما يخلوني أقرأ الآن أنا قرأت بكل أمانة بس ما يخلوني أكمل أنه ندم وكذا 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 الشاهد أنه هذا صحابي وكان مع علي بن أبي طالب إذن الصحابة كانوا ضد عائشة وضد طلحة وضد الزبير وضد معاوية هم الصحابة بل هو يقول
من الشرفاء من أشراف الصحابة. بعد ذلك قال له يا حسين تعال نصرك، احنا الصحابة، احنا الصحابة، وصدقني راح تلقى خوش عصابة وذول الصحابة وتالي خذلو. يا اخواني ليش ما تحجون الحق؟ كلموا بالحق. يلا معاوية تفضل شنو عندك؟ خلي جاوب ابو اديب على السؤال. يلا مين اللي جاوب شيخنا؟ جاوب حاج وعد ممكن تعطيني المجال؟ اي قول. لا 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 هو مو ما قال لك جاوب. لحظة ما قال لك جاوب، قال لك انت قلت ملعون. لحظة انت قلت ملعون، هو ما قال لك جاوب. قلت ان الذي خذل الحسين ملعون لعنة الله عليه. اريدك تقول هذا الصحابي من شرفاء الصحابة اللي بدل اسم النبي قل لعنة الله عليه. تفضل حاج وعد. الان كل القضية لسليمان ابن صرت وتركت 18 لعد كل القضية لشمر ابن الجوشن وتركته كلها. ايه يعني المصيبة الان كله سليمان، هو كل الشيعة سليمان، هو كل اهل السنة. يا رجل هذا كان مع الطين طالب. الطين الشيعة لا احنا اطيناك صحابي كاتب الحسين، اطينا الشيعة اللي كاتبه الحسين. يلا هو شيعي اصلا متشيع لعلي بن ابي طالب. ولك بابا صحابي صحابي هذا صحابي كانوا مع الصحابة. صحابي متشيع صحابي مبتدع هذا صحابي مبتدع صحابي متشيع يقول ايه. لا لا انت الان العل 18 ألف من اهل الكوفة العنهم. يلا تفضل اذا كان عندك شجاعة. الشيعة يا عزيزي احنا الشيعة على مهلك، احنا الشيعة اصلا متهمين بكثرة اللعن. كلش سهل قضيتنا، ليش مشخصين الباطل ومشخصين الحق؟ مو 18 180 ألف. أنا ألعن كل إنسان يظلم آل محمد، وألعن كل إنسان يخذلهم، وألعن كل إنسان ما يسمع كلامهم. ضيف لها صفر بعد الأهم 18 ألف ضيف لها صفر. كل من خذل الحسين لعنة الله، اسمع لعنة الله على من خذل الحسين وأعان على قتل الحسين، ولعنة الله على الذي جهز الجيش الذي قتل الحسين، ولعنة الله لعنا أبديا سرمديا على خلاص اسمع خلي أكمل. ولعنة الله على الفلوس السنية اللي جهزت الجيش الحسين عليه. لحظة لعنة الله على الأموال السنية والخليفة السني الخليفة المفترض الطاعة عندهم الذي جيش الجيش وأعطاهم فلوس وأعطاهم سلاح وأعطاهم رواتب، ولعنة الله على اللي ربوا هؤلاء والذين قادوا هؤلاء، ومنهم عمر ابن سعد ابن أبي شنو عمر مين عمر ابن سعد. سعد منو؟ ابن أبي وقاص حاج وعد. سعد عافية كان يترضى عنه علي بن أبي عافية سعد. الله يا سعد يا ابن أبي وقاص، ولك ايش فرختنا ايش فرختنا فرختنا قائد الجيش اللي هذه تربيتك يا سعد يا سعد يا سعد هكذا تربي قادة لقتل ابن الزهراء؟ يا خلي اخطب لك يا سعد يا ابن أبي وقاص يا أيها الصحابي، ماذا خلفت؟ ربيت ماذا؟ ربيت قائدا قاد الجيش لقتل ابن الزهراء عليه السلام، ولكم والله بلوى صحابي يراسل الامام الحسين عليه السلام ووراها يذبه على الريوس على البق ريوس بروايه الخلايجه والعراقي يذبه على البق. صحابي رباله فرخ من الفروخ اللي هو عمر بن سعد وقاتل قائد الجيش له. لك ذولا شنو من مله؟ ذولا شنو من مله؟ افخروا يا شيعة افخروا يا شيعة الحسين عليه السلام.